كان اسمه طارق، وحتى لما تدفنوا شوارع في العالم اجمع باسم محمد البوعزيزي، ونحن نعرف ان الشهيرة لا تكون رسميه، لا يكون موقف دفن او شهاده دفن تكون فيها محمد البوعزيزي، فيها طارق البوعزيزي، فلماذا نصرح انه دفننا شخص اسمه محمد البوعزيزي؟ فالذي دفن هو شهيد المزيد بالنسبه لي، بما انه اسمه غير صحيح، بانه اسمه في مضمون الولاده طارق، واسمه في مضمون الوفاه طارق، ويصبح محمد بقدره قادر. هذه من ضمن الدلالات، وانه كل ما قاعد يقعته هو مزيف ومبرمج من اجل الفتنه، من اجل التقاتل. والناس هذيا اللي اليوم تقول نحن حماه الثوره، هما بالاحرى حماه المؤامره وحماه الاجرام وحماه القتل وحماه الدعوه الى التقاتل، ليس فقط القتل بل اخطر من ذلك، هي الدعوه الى التقاتل ودمغجه الشباب الغاضب ودمغجه الفئات الغير قادره وانها تحلل المعلومه الصحيحه بالتحامل على عدد جهات، على العدد، على الداخليه، على غيره.